معنا الأخ مهدي من المغرب. أستاذ مهدي تفضل. أخ مهدي سمعنا. أريد أن أسأل عن التشهد. عن التشهد، نعم تفضل. التشهد، في التشهد أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن البعث حق وأن الساعة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. هذا صحيح أم لا؟ تمام خلاص إن شاء الله تسمع بإذن الله الإجابة. أخ من أين أتيت بهذه الزيادة يا أخي؟ أخ مهدي الشيخ يسألك يعني من أين أتيت بهذه الصيغة؟ من أين أتيت بهذه الصيغة؟ هذه الصيغة أنا كنت أعرفها صحيح لم أتي بها من أي مكان، ولكن قرأت في بعض الكتب لأن لا أقول أشهد أن لا أشهد أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، يعني لك زيادة بدون زيادة. تمام نعم. خلاص تفضل دكتور. فهم تمام. نعم التشهد هو أمر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة معينة، والأصل في العبادات التوقيف، لا نبتدع لا نزيد، إلا لو واحد زاد عن نقص عن خطأ بيتعامل معاه على حسب الخطأ ده. إنما الصيغة اللي قالها الأخ ليست صحيحة. الصيغة اللي قالها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد إلى آخر الصيغة الإبراهيمية. إنما الزيادة اللي قالها دي هذه ليست صحيحة، ليست، لم أقرأ أبدا فيما قرأت، على طول ما قرأت في هذا الأمر لم أقرأ، ده ليس صحيحا في هذه المسألة. والأصل في الإنسان الالتزام والتوقف في التعبد في العبادة. العبادة صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم.